وجودك بالعالم الافتراضي ما بيعني انه حسابك مش رح يتعرض للاختراق، او انه هويتك مش رح تسلب، او انك مش رح تتعرض لمضايقة. كيف بتحمي نفسك بالميتافيرس؟ استخدم منصة موثوقة وآمنة، رح يقلل هالشي من فرص مواجهة الخروقات. ثانياً، قم بتأمين حسابك مثل ما بتأمن حسابات السوشيال ميديا الخاصة فيك بالباسورد قوية وتو فاكتور اوثنتيكيشن. نفس الشي فيك تعمل بالميتافيرس. طيب ليش بدك تحمي نفسك؟ لأنه سرقة حسابك ممكن تؤدي لسرقة معلوماتك الشخصية وأصولك. ما تكشف عن اسمك الحقيقي أو عنوانك أو رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني أو أي معلومات حساسة أخرى بالميتافيرس. استخدم اسم مستعار أو لقب للصورة الرمزية الخاصة فيك، وحدد كمية المعلومات اللي بدك تشاركها من ملفك الشخصي. ثقف نفسك عن الميتافيرس وقواعده، واعرف انه منه بس مثل ألعاب الفيديو، لكنه اقتصاد قائم بالعالم الافتراضي، بيسمح لك تستمتع وتلعب وتتملك أراضي وأصول وتعمل اجتماعات وحتى يمكن تلاقي وظيفة. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.